بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج اخبارنا اللي بنتابع فيه اهم اخبار نادينا نادي الزمالك العظيم والاخبار المحليه والعالميه. وزي كل يوم وزي ما عودناكم دايما بتكون البدايه بعناوين الحلقه. مصر وبوتسوانا لتاكيد التفوق. عوده الونش تقترب. أبو الرجولة كل سنة وإنت طيب. وأخيرا أحمد هشام في ضيافة أخبار. أما مع موضوع حالتنا واللي حابين نعرف رأي حضراتكم عنه منتظرين إجاباتكم هو توقعاتكم لنتيجة مباراة مصر وبوتسوانا في الجولة الثانية بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب. منتظرين آراءكم وتعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا. مساء الخير والسعادة على جمهور نادي الزمالك العظيم، أوفى وأجمل جمهور في الدنيا، والأخبار السعيدة تتوالى. نادي الزمالك بيعلن التعاقد مع محمد حمدي ظهير أيسر نادي إمبي على سبيل الإعارة لمدة موسم. الأخبار السعيدة والأخبار الجميلة والأخبار اللي كل جمهور الزمالك حابب يسمعها وهي الصفقات. علشان كده هبتدي الحلقة النهاردة مع حضراتكم تحت شعار اطمنوا. الجملة أو المصطلح اللي قلناه وربنا وفقنا فيه وكنا دايماً بنقول لجمهور الزمالك في معظم الأوقات اطمنوا بناء على معلومات وبناء على كواليس. مش بيكون أحسن وقت إن احنا نتكلم في بعض المعلومات أو إن احنا نعلن عن بعض المعلومات، ولكن بنقول للجمهور اطمن. وجمهور الزمالك بفضل المولى عز وجل يعني خلاص بقى في حالة من الاطمئنان الشديد. جمهور الزمالك سعيد بالصفقات اللي أبرمها مجلس الإدارة، وجمهور الزمالك واعي وعارف، ومفيش حد في الدنيا يعرف يضحك على جمهور الزمالك. ودايما لما بنقول اطمنوا بنقول اطمنوا بناء على المعلومة والخبر اليقين اللي بنبقى عارفين امتى بفضل المولى عز وجل نطلع نقول لجمهورنا جمهور الزمالك العظيم. عشان كده من هنا من برنامج أخبارنا ومن قناة الزمالك أقول لحضرتك دايما تلات أرباع اللي بتسمعه على السوشيال ميديا ده ليس له علاقة بالواقع من قريب أو من بعيد. ونص أو تلات أرباع الصفقات اللي كنا بنسمع أساميها أساسا نادي الزمالك ما دخلش أصلا معاهم في مفاوضات من الأساس، ولكن الناس بتجتهد. الناس طبعا عارفين أن مجرد ما يذكر اسم نادي الزمالك هتبتدي اللايك والشير والتفاعل والريتش طبعا زي ما حضراتكم عارفين، ولكن احنا هنا بنتكلم كمنصة اعلامية رسمية لنادي الزمالك، فبنقول للجمهور اطمن زي ما وعدناكم اليومين اللي فاتوا. ودايما بنأكد ان الفترة اللي جاية هتكون افضل وافضل بكتير فيما يخص الصفقات فيما يخص اخبار سعيدة. بعد ان شاء الله باذن الله مباراه السوبر ما بين نادي الزمالك والنادي الاهلي الاخبار هتتوالى فيما يخص بقى نجومنا والناس اللي احنا نحب دايما نشوفها جوه الملعب، واحد من اللعيبه الرجاله ومن وجهه نظر الدنيا كلها يعني قبل ما يتصاب الونش كان افضل سيرد باك موجود داخل قاره افريقيا قولا واحدا، يعني على مدار سنتين ثلاثه قبل ما يتصاب طبعا اتنين صليبي ورا بعض. نطمن جمهور الزمالك على الونش، فهو خلاص في المرحلة الأخيرة إن شاء الله من التأهيل. الونش خلال أيام هيسافر للإمارات علشان يعمل فحوصات طبية ويطلع من الإمارات على ألمانيا بعدها علشان يتعرض على الطبيب المعالج واللي أجرى ليه العملية الجراحية. وبالمناسبة الدكتور إن شاء الله هيحدد ميعاد عودة الونش للملاعب مرة تانية. ارجع بقى يا ونش وحشتنا، وده اللي كلنا مستنيينه، وأول ما يتحدد هنبلغ حضراتكم على طول. طيب نسيب الونش ونروح لأحمد حمدي اللي موجود دلوقتي في الإمارات وبيأدي برنامجه التأهيلي. هو لسه قدامه أكتر من شهر في التأهيل، ولكن بعد كده إن شاء الله هيرجع مصر ويبدأ المرحلة الأخيرة للتأهيل قبل العودة للتدريبات بشكل طبيعي.
ومن احمد حمدي نروح لسيف الجزيري. اخبار سيف ايه؟ زي ما قلنا لكم اكتر من مره ان مفيش مشكله خالص. معرفش الناس بتجيب المشاكل منين. الراجل نفسه قال مفيش حاجه، ومجلس الاداره قال مفيش حاجه، بس بعض الناس مصممه ان لازم يبقى في حاجه. ليه لازم يبقى في حاجه؟ انا مش عارف. تاكيدا لكلامنا، سيف ان شاء الله هيرجع مصر يوم الاربع اللي جاي باذن المولى عز وجل، علشان يكون موجود مع بعثه الزمالك في رحله كينيا باذن الله. ان شاء الله الزمالك هيسافر كينيا الساعه 12 صباح الخميس. هيكون رئيس البعثه الاستاذ احمد خالد حسنين، عضو مجلس الاداره. وللاسف الكابتن احمد سليمان كان المفروض يسافر، ولكن مش هيقدر يرافق البعثه لظروف مرضه. ربنا يا رب يشفيه ويعافيه. واحد من الناس اللي عامله شغل يعني جبار فيما يخص الصفقات، هو وكل اعضاء المجلس. ولكن من الزمالك بقى، بعد ما ادينا لحضرتك كده الكواليس والخدمه الفايف ستارز اللي دايما بنديها لحضراتكم في قناه الزمالك، وكل ما يخص الفرقه واخبار لاعبتنا منتخب مصر. طيب ايه اللي حصل؟ ايه الساعات الاخيره؟ اخبار المنتخب ايه؟ كواليس المنتخب ايه؟ اقول لحضرتك ان منتخب مصر كان في رحله شاقه من القاهره لبتسوانا. الرحله استمرت حوالي 10 ساعات في الطياره. طيب هنعيش حضرتك في المشهد كده، ونقربك ايه اللي كان بيحصل على مدار العشر ساعات الاخيره مع بعثه منتخبنا او مع منتخب مصر، سواء من حيث القياده الفنيه للكابتن حسام حسن او اللعيبه. خلال الرحله كابتن حسام حسن ادى زي هايلايتس كده للعيبه على الموبايلات بتاعتهم عشان يتفرجوا على مباراه بتسوانا وموريتانيا. وكل لعيب ليه جزء معني، يعني هتركز هنا على ايه ودورك هنا ايه. فبالتالي خلال الرحله اللعيبه كانت بتتفرج على الهايلايتس بتاعه مباراه بتسوانا، بتشوف نقاط القوه والضعف، بتدرس الفريق. اللعيبه قعدت مع بعض طبعا، مده الرحله كانت طويله، فبتبقى فرصه ان اللعيبه دي في التجميعات بيقعدوا دايما بيبقى في حديث جانبيه بينهم وبين بعض، خصوصا ان الجيل دوت من اللعيبه كل الناس عارفه نفسه ان هو يحقق بطوله. فدايما الشغل الشاغل للمجموعه وللجيل الحالي، سواء صلاح وتريزيجيه والنني وزيزو والمجموعه بتاعه المنتخب كلها، الجيل اللي هم كباتن الفرقه يعني، طبعا مع الشناوي ومع باقي المجموعه، مش عايز انسى حد انا بقول من الذاكره. هدفهم وشغلهم الشاغل ان هم عايزين يجيبوا بطوله، وده حقهم يعني. طيب بعد الرحله المنتخب وصل، كان الفندق بيبعد عن المطار حوالي 10 دقائق، فالدنيا قريبه يعني. الرحله كانت شاقه، ولكن المسافات جوه بتسوانا مش كبيره يعني، من المطار للاوتيل الدنيا 10 دقائق، ومن الاوتيل للملعب اللي المنتخب هيتدرب عليه كمان شويه يمكن بتتكلم في ربع ساعه. منتخب بتسوانا وفقا للبيان اللي قدمه للاتحاد، ما يقدرش ان هو يعمل اي حاجه عكس المتفق عليها، لان هم عارفين ان الكاف ما بيهزرش، بس هم قدموا طلب. ايه حيثياته؟ عايزين ياجلوا الماتش شويه بناء على البيان الصادر من اتحاد بتسوانا، طلب تاخير ميعاد المباراه علشان تتلعب بالليل بدل 4 عصرا. طبعا مع منتخب مصر يعني انتوا عارفين، منتظرين نعرف اخر التفاصيل والتطورات وميعاد الماتش النهائي. ولكن طبعا المنتخب حقه الاصيل ان هو يتمسك بموعد المباراه علشان ارتباطات المحترفين والانديه المشاركه في افريقيا. كابتن حسام حسن في الحقيقه قرر ان هو ما يعملش تعديلات كثيره قوي على التشكيل. اسامه فيصل طبعا، مصطفى محمد شفته، الراجل كان بيلعب بفدائيه وبرجوله، واللقطه الشهيره، اللقطة الشهيرة مصطفى محمد على خط التماس وهو رايح بروح ورجولة وبفدائية شديدة جدا، لعيب راجل، لعيب يعني بيموت نفسه بياكل النجيلة، وهو بيقول للاعب التاني بتاع بتسوانا لما كان بيحاول يقطع منه الكورة، فالتاني واقف، فمصطفى محمد بينده له عشان خاطر يطلع الكورة بره، قال له مش عارف تعالى أو يلا حاجة كده يعني، اللي هو تعالى أنا جاهز، أنا يعني أنا راجل بلعب بروح عالية جدا. واللقطة دي انتشرت في الحقيقة، وكانت عاملة نسب يعني مشاهدة غير طبيعية وصور كتير جدا على السوشيال ميديا. لو دلت على شيء بتدل على الروح والرجولة بتاعت مصطفى محمد. الراجل بيلعب في الدوري الفرنسي وبياخد طبعا مبالغ، ربنا يا رب يكرمه، ولكن منتخب مصر حاجة تانية. انني مرشح بقوة للعب في نص الملعب من بداية الماتش،
وعودة تريزيجيه لمركزه، هيلعب تاني كجناح، واستقر خلاص كابتن حسام حسن بنسبة كبيرة على استمرار ثنائية حمدي فتحي وربيعة، واعتقد ان هي اثبتت نجاحها، خصوصا ان هما الاثنين في انسجام ما بينهم، وحمدي لعبها قبل كده على فكرة، حتة السرد باك او قلب الدفاع لعبها قبل كده او لعب كمساك قبل كده. وجود الثلاثي النني ومروان عطية وزيزو في نص الملعب لا غنى عنه، وفي الهجوم هيكون الثلاثي تريزيجيه ومحمد صلاح وأسامة فيصل كمهاجم صريح. إن شاء الله منتخبنا يؤدي ماتش قوي ويقدر يحقق الفوز الثاني على التوالي، ونسبة تفوقنا ورغبتنا في حسم التأهل المبكر. مفيش حاجة أختم بيها كلامي أحلى وأجمل من أبو الرجولة الزملكاوي الأسطورة الكابتن الكبير والعظيم كابتن محمود أبو رجيلة، يعني الاحترام والرقي والتاريخ والأدب وقمة التواضع اللي في الدنيا في الحقيقة. بيحتفل النهاردة بعيد ميلاده 48، كل سنة وانت طيب يا مليون. الكباتن عيد ميلاده 84، كل سنة وانت طيب. كان نفسي والله تبقى 48 يا كابتن، بس يعني طبعا قد الدنيا، ويا رب دايما في صحة وسعادة وعقبال مليون سنة في حب وعشق نادي الزمالك. تاريخ كابتن أبو رجيلة مش أنا اللي هكلم حضراتكم عنه، ولا حد يكلم حد على تاريخه وعلى أسطورة كابتن أبو رجيلة، يعني ده جزء لا يتجزأ من تاريخ الزمالك، محتاج حلقات وحلقات علشان نتكلم عنه. الراجل ده عمل كل حاجة للزمالك، سواء كلاعب أو مدرب أو في كل المناصب اللي تولى فيها خدمة نادي الزمالك. كفاية أنه قاد الزمالك لتحقيق أول لقب إفريقي في تاريخه وهو مدرب للفريق سنة 48 سنة 84 عفوا. الدنيا ملخبطة مش عارف ليه النهاردة. أرقام وإنجازات كابتن أبو رجيلة مع الزمالك لا تعد ولا تحصى. كل سنة وحضرتك طيب يا كابتن، ودايما في قلوب الزملكاوية، ودايما منورنا، ودايما يا رب بنتشرف بيك في كل حتة. تعالوا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نبتدي أخبارنا مع حضراتكم عن نجم نجوم نادي الزمالك كابتن أبو رجيلة، فنتابع. يحتفل محمود أبو رجيلة نجم أسطورة نادي الزمالك اليوم الاثنين بعيد ميلاده 83، حيث ولد أبو الرجولة كما يلقبه الأحباب في 9 من شهر سبتمبر لعام 1941، ويعد من أبرز نجوم القلعة البيضاء التي حفرت اسمها بقوة في قلوب كافة الزملكاوية بمختلف الأجيال والأعمار، لما حققه من بطولات عديدة خلال مسيرته الكروية والتدريبية. ولد محمود أبو رجيلة في حي عابدين بالقاهرة، وانضم لناشئ نادي الزمالك وهو ابن 17 عاما، لينال إشادة حلمي زامورا حينها، ويقوم المدرب القدير حنفي بسطان بتصعيده للفريق الأول بالزمالك عام 1957، وشارك في أول مباراة أمام الترسانة وفاز الزمالك 5 أهداف مقابل هدف. وخلال مسيرته كلاعب حصل أبو رجيلة على 4 بطولات في مشواره مع نادي الزمالك، واعتزل أبو رجيلة عام 1967 ليتجه للعمل في مجال التدريب. وفي عام 1984 قاد أبو رجيلة نادي الزمالك للفوز بأول بطولة إفريقية، وفاز بالدوري في نفس العام. وقاد أبو رجيلة عدة فرق بعد الزمالك سواء داخل مصر أو خارجها ليحقق تاريخا كرويا كبيرا، سواء داخل الملاعب مع الأبيض أو خارج المستطيل الأخضر كمدرب، ويحفر اسمه بحروف من نور في تاريخ القلعة البيضاء. جديدة لكرة القدم المصرية. يا ماراثون طويل طويل في اختبار من ربنا. سيكمل المشوار باقتدار. بيشوط.
بقى الترحيب بحضراتكم مرة تانية، والنهاردة مش هنبتدي أي خبر ومش هنقول أي حاجة غير لما نقول لشيخ المدربين كابتن أبو رجيلة كل سنة وحضرتك طيب يا كابتن. وأنت بألف صحة وسلامة وقناة النيلي الرياضة، قناة الزمالك الجميلة وهي بخير، وكل نادي الزمالك وكل الألعاب بخير، وإن شاء الله يكون سنة جميلة إن شاء الله وناخد بطولات كتيرة بإذن الرحمن. دايما لما بنسمع صوت كابتن أبو رجيلة بنسمع صوت التاريخ، صوت الإنجازات، صوت البطولات وصوت الزمالك في الحياة كابتن. الحمد لله رب العالمين اللي ربنا ادانا خير وعملنا اللي علينا، وانا يعني بقول ان انا يعني من ضمن الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه، لان ان انا اروح من نادي الزمالك من سنة 52 ل 53 54 لغاية دلوقتي، يعني عدينا فترة كبيرة، لعبت في الاشبال ولعبت في الناشئين ولعبت في الفريق الاول وحضرت احسن مجالس ادارة وحضرت احسن اسماء لعيبه كوره في 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 مصر، ولعبت مع احسن لعيبه كوره في 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 نادي الزمالك وفي مصر، ومرنت احسن لعيبه في 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 مصر، وربنا سبحانه وتعالى ادانا من وسع يعني الحمد لله رب العالمين، وده كله ده طبعا من الكفاح وبركه دعاء الوالدين اهم شيء يعني. وانا كان ليا الشرف ان انا عملت حوار تلفزيوني مع شيخ المدربين وافضل مدرب في مصر، وحاجه تتحط في تاريخي وهفضل دايما بعتز بيها، اللقاء اللي عملته مع حضرتك من سنه او سنه ونص لو حضرتك تتذكر في دير جست، ودايما يعني حاجه تضاف لتاريخ الاعلامي وجود حضرتك معايا سواء على الهواء مباشره في لقاء تلفزيوني او حتى اي مداخله يا كابتن، لان حضرتك شرف وفخر لكل جمهور الزمالك. ربنا يديك الصحه ويعافيك بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، عندك نجاحات كتيره واحنا باستمرار في القناه بنتفرج عليك ونسمعك، دي شهاده، وعلى طول انت بتجدد نفسك اول باول وما بتغلطش مع حد، وربنا يحميك وتكمل مشوارك ان شاء الله ويبعد عنك الهجمات المرتده. كابتن ابو رجيله انا والله يعني مفيش كلام يوفي حضرتك حقك، لو قعدنا نتكلم على حضرتك لحلقات وحلقات انا مش هطول على حضرتك، ولكن كان واجب علينا ان احنا نقول لحضرتك كل سنه وانت طيب، ونطمن جمهور الزمالك كله على واحد من الاساطير وافضل واحد من افضل المدربين وافضل اللاعبين اللي جم في تاريخ نادي الزمالك. احسن حاجه في يعني في السنه دي او النهارده ان نادي الزمالك او قناه نادي الزمالك افتكرتني، وطبعا انا من الناس اللي عايشين لغايه دلوقتي، يعني كل الاجيال اللي كانت لها بصمه كبيره في نادي الزمالك ربنا افتكرهم، وربنا طول عمري واقدر اخدم نادي الزمالك في اي وقت من الاوقات، وطبعا له الفضل علينا في اكلنا وشربنا وجوازاتنا وعيالنا، وانا من الناس اللي بسجد لربنا سبحانه وتعالى ان ربنا ادانا من وسع. وبعدين خلي بالك انا من خلال اسم محمود ابو رجيله، محمود عبد المنعم الشهير بابو رجيله، دي رخصه غير موجوده في اي حته، ده انا اشتغلت فيها بالمملكه العربيه السعوديه، واشتغلت فيها في اليمن، واشتغلت فيها في الامارات، واشتغلت فيها في البحرين. كلمه محمود ابو رجيله مدرب نادي الزمالك دي يافطه جميله جدا جدا، اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يديني الصحه وافضل احافظ على الاسم بتاع نادي الزمالك ان شاء الله. دايما يا كابتن تصريحاتك تدرس، والله لو في كتاب بتعمل عن كابتن ابو رجيله يعني هيحقق نسب مبيعات غير عاديه، ففي الحقيقه احنا بنتشرف بيك يا كابتن وحضرتك على راسنا من فوق، ودايما جمهور الزمالك بيفتخر بحضرتك. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انك تديني فرصه. طبعا يا كابتن، انا رحت نادي الزمالك لما كان نادي الزمالك في البالون، نعم، سنه 52 53 قبل ما يتنقل لميت عقب، شفت احسن مجالس اداره في تاريخ نادي الزمالك، ولعبت مع احسن لعيبه كوره في نادي الزمالك، ومرنت احسن لعيبه كوره في نادي الزمالك، وسافرت باسم نادي الزمالك ده
لدرجة إن أنا كنت بمشي بعربيتي تقابلني الإشارات ولا حاجة، يقول ده محمود أبو رجيلة مدرب الزمالك، ماشي يا عم ماشي يا عم. فاليافطة بتاعت نادي الزمالك دي مهما الواحد دفع ومهما الواحد قال مش هيدي نادي الزمالك حقه. لكن الله، الحمد لله ربنا كرمنا وعندنا بيت وعندنا عيال، وربنا يكرم رحاب ورهام وولادهم محمد ومحمود وحسام واختي وبتاع، لو عايشين كلنا مع بعضينا يعني، ربنا ان شاء الله يكمل المشوار ونبقى في خدمة نادي الزمالك في اي وقت يطلب مننا اي حاجة. ده يا كابتن، ده احنا اللي نتشرف بوجود حضرتك معانا، وده بيتك ودايما مفتوح لك، وربنا يا ربي يا كابتن يدي حضرتك كل الصحة وكل السعادة اللي في الدنيا، ودايما كده يعني موجود معانا وفي وسطينا. ودعواتك بقى يا كابتن لينا. ان شاء الله ان شاء الله سنة خير ان شاء الله، والماتشات الحبية اللي تلعب ديت بخير، وان شاء الله السفرية اللي جاية اللي بماتش افريقيا ده يفرحنا، وان شاء الله لما نروح نلعب في الامارات ربنا يكرمنا ان شاء الله، ويرجع الزمالك ابو خطيه الزمالك يا مدرسه لاعب وفني وهندسه. كابتن ابو رجيله، في الحقيقه انا دايما بتشرف بوجود حضرتك، ودايما منورنا ودايما في وسطينا، ولو حضرتك عندك اي تعليق او اي رساله او اي حاجه احنا تحت امر حضرتك. لا ده بيتنا الكبير دوت اللي صحيح. احنا عايشين من يعني لما بنمشي في اي حته صحيح ما حدش بيقول اسم الحقيقي يعني. نعم. كل الناس تشاور عليك تقول لك ده ابو رجيله مدرب الزمالك، ابو رجيله مدرب الزمالك، يعني حتى اهلي زعلوا عشان ابويا ما بيجيش اسمه ولا خالي اسمه. فنادي الزمالك بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا جدا جدا، وادانا حاجه كتيره جدا، وانا بحاول بقدر الامكان احافظ على هذا المكان، وما بغلطش في اي حته واي مكان ولا مع اي حد في الشارع عشان ما حدش يقول شوف يا عم الاخلاق اللي مش عارف ايه. فربنا يكرم نادي الزمالك ان شاء الله، ونبارك لهم ان شاء الله في المباريات اللي جايه باذن الرحمن. اجيال واجيال يا كابتن بتتعلم منك، وكلهم ولادك. بتشرف بوجود حضرتك، نورت بيتك قناه نادي الزمالك، وكل سنه وحضرتك طيب مره تانية. وانت بالف صحه وسلامه وكتر خيرك. و9 9 41 النهارده مش هنسى المقابله ديت، وكتر خيرك. ازيك يا كابتن؟ ده شرف ليا انا. كل الناس اللي بيشتغلوا معاك ومتشكرين، يا رب ينصر نادي الزمالك وكلنا نفرح ان شاء الله في اللي جاي ان شاء الله. تحياتنا لحضرتك يا كابتن، وبشكر حضرتك مره تانية. كابتن ابو رجيله تاريخ واسطوره حيه عايشه في وسطينا. الراجل دوت يعني مفيش كلام يديله حقه. الراجل دوت لو اتعمل عنه كتب واتعمل عنه يعني افلام تسجيليه، الناس كلها لازم تتعلم وتشوف الانتماء وحب الكيان وحب غير مشروط في الحياه. يعني كابتن ابو رجيله عمره ما كان مستني حاجه ولا عمره طلب حاجه، والراجل بس هو بيحب نادي الزمالك وبيخدم نادي الزمالك بكل حب واخلاص. اخبارنا كالعاده من عند نادينا. بعد قليل فريقنا هيستأنف تدريباته الجماعيه على ملعب النادي بعد الحصول على راحه من مران امس عقب انتهاء التريننج كامب او معسكر برج العرب. ان شاء الله هيخوض فريق نادي الزمالك تدريباته الاثنين والثلاث والاربع عشان يطير فجر الخميس إلى العاصمة الكينية نيروبي لمواجهة الشرطة الكيني يوم 14 سبتمبر الجاري. جوميز محضر إيه؟ بيعمل إيه؟ إيه القصة؟ إيه الحكاية؟ جوميز مجهز برنامج بدني خاص لجميع اللاعبين لتنفيذه على مدار الايام اللي جايه، وهيكون بشكل تصاعدي. دايما جوميز بيطلع بالحمل البدني سنه سنه. البرنامج الهدف منه وصول اللعيبه للبيك او لاعلى فورمه قبيل مواجهه الشرطه الكيني في الكونفدراليه الافريقيه. الجهاز الاداري لفريقنا اللي انهى كل الاجراءات الخاصه بالسفر الى كينيا ان شاء الله فجر الخميس، وتم وضع كل الترتيبات، خصوصا ان الفريق هيسافر طيران مباشره على كينيا دون اي ترانزيت. الف مليون سلامه، ان شاء الله فريقنا يكون بيوصل بالسلامه والاستعدادات ماشيه على قدم وساق. نروح للرباعي الدولي، شحاته وزيزو وناصر وسيف الجزيري اللي هيتم تجهيزهم. هيكون ليهم برنامج منفصل عن باقي اللعيبة. طبعا
جوميز دايما بيكون مهتم بالجانب البدني والريكفري، ويبتدي ان هو يشوف مين هيعلى بالحمل، مين هينزل بالحمل، بيراعي امور السفر، بيبتدي ان هو يكون في تنسيق ما بينه وما بين جواو ميغال وبينه وبين احمد مجدي وبينه وبين كل افراد الجهاز، بحيث ان هو يتفادى اي اصابه. داخلين على مرحله مهمه، فبالتالي عايز يجهز كل لاعب بافضل شكل ممكن مع الفريق طبعا. وبعد التواجد في معسكر منتخب مصر وتونس، جوميز قرر ان هو يكون ليهم برنامج منفصل طبعا استعدادا للفتره القادمه. النهارده برضو يوم سعيد ومختلف لكل الزملكاويه، عشان عندنا اتنين من نجوم الزمالك التاريخيين بيحتفلوا بعيد ميلادهم. في بدايه الحلقه احتفلنا بالاسطوره والنجم والتاريخ كابتن ابو رجيله، ودلوقتي هنحتفل بعيد ميلاد واحد من اساطير هجوم الزمالك عبر تاريخه، اللي بيحتفل النهارده بعيد ميلاده وهو في المركز السادس من حيث الهدافين التاريخيين لنادي الزمالك، الكابتن والاسطوره ايمن يونس. فنتابع هذا التقرير. كابتن ايمن منصور، واحد من نجوم الزمالك والمنتخب في التسعينات، كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن وعقبال مليون سنه. ودايما دورنا هنا في قناه الزمالك ان احنا دايما نكون موجودين في ظهر رموزنا، وبنتكلم على رموزنا وبنتكلم على نجومنا، ده واجب علينا. المحتوى اللي احنا بنقدمه لازم يكون بيليق بعيله عمرها 113 سنه. المحتوى بتاعنا تاريخه بيتعدى 100 سنه. المحتوى بتاعنا عيله زملكاويه. نشوف التقرير دوت ونرجع نبتدي اخبارنا المتنوعه مع حضراتكم. يحتفل أيمن منصور نجم الزمالك والمنتخب السابق اليوم الاثنين بعيد ميلاده 61، حيث ولد أيمن منصور في 9 سبتمبر لعام 1963. انتقل أيمن منصور لصفوف نادي الزمالك عام 1992 ليصبح واحدا من جيل العظماء وأحد أفضل الأجيال التي مرت في تاريخ القلعة البيضاء بجانب العديد من النجوم. وعلى صعيد المنتخب الوطني، شارك أيمن منصور في 34 مباراة سجل خلالها 9 أهداف، أبرزهم هدفه في شباك الجابون خلال كأس أمم إفريقيا عام 1994، وتربع هدفه على عرش الأرقام القياسية داخل القارة السمراء، حيث أحرزه بعد 21 ثانية فقط ليصبح أسرع هدف في بطولة إفريقيا. واعتزل أيمن منصور الكرة موسم 1996 بعد تجدد إصابته، ليختتم مسيرته مع الزمالك وفي رصيده 6 بطولات متنوعة، ويصبح سادس الهدافين في تاريخ القلعة البيضاء بعد عبد الحليم علي وعلي خليل وحسن شحاتة وجمال عبد الحميد وطارق يحيى. كل سنة وانت طيب يا كابتن، ودايما يا رب متألق ومنور الدنيا. وكالعادة بنبتدي أخبارنا المتنوعة بهذا الفيلر. بجد ترحيب بحضراتكم مرة تانية واخبارنا المتنوعة من عند رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش البي اس اي، اللي اعلنت، عشان نوضح بس للمشاهدين، بيكون في تصنيف شهري للاعبي السكواش وفقا للبي اس اي. البي اس اي ده زي الفيفا كده عندنا، فهو اللي بيحط التصنيف بتاع التوب 10، افضل 10 لعيبة، ومصر ولاعيبة مصر هم ملوك الشغلانة في السكواش، احنا ملوك اللعبة. لعبة الاسكواش في العالم كله مفيش فيها أحسن من المصريين، مفيش في الدنيا لعيبة أقوى من اللعيبة المصرية في الاسكواش قولا واحدا. الدنيا كلها بتيجي عندنا هنا عشان تتعلم الاسكواش. وهتكلم مع حضراتكم دلوقتي على تصنيف أبطالنا في الاسكواش، وعلي فرج لاعب وادي دجلة حافظ على صدارة التصنيف العالمي للرجال، كمان البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز إلى المركز الثاني. مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في الحقيقة واحد من أقوى اللعيبة اللي موجودة في الاسكواش، من حيث الضربات، من حيث التمركز، من حيث
البطولات. مصطفى يعني كسب يعني عتاولة الاسكواش في العالم وهو في سن صغير جدا. مصطفى عسل يعني، الراجل ده افتكروا اسمه، لان ده هيقعد على طبعا بعد علي فرج هيقعد على صدارة التصنيف لسنين وسنين وسنين، وانا شفته من بدايته في الحقيقة. طيب لما يكون عندنا صناعة كبيرة زي الاسكواش ويكون عندنا الابطال بتوعنا زي علي فرج، زي مصطفى عسل، زي تسوقي، زي نوران جوهر، زي نور الشربيني، فانت عندك ثروة كبيرة هنا. انت هنا عندك لعبة، انت المتسيد اللعبة دي في الدنيا كلها. لما اي حد يتكلم على الاسكواش يشاوره على المصريين، لما اي حد يشوف بطولة بتتعمل او ريفرنس لبطولة بتتعمل يبص على البطولات بتاعتنا، البطولة اللي اتعملت من الدولة المصرية في متحف الحضارة، حاجة في منتهى الشياكة اللي في الدنيا. بطولات العالم كلها، اقوى بطولات عالم في الدنيا بتتعمل هنا في مصر. عندك لعيبة جامدة جدا في الاسكواش، علي فرج وراجل سفير لمصر في كل حتة في العالم، مصطفى عسل مدغدغ الدنيا، والراجل في امريكا خد بطولات قد كده وفي لندن وبيكسب ابطال عالم وهو لسه يعني سنه ما تعداش ال 22 سنه او ال 23 سنه. فبالتالي عندنا يعني ثروه قوميه في الحقيقه في الاسكواش، واتمنى ان شاء الله ان هي تستمر لسنوات وسنوات. طيب تصنيف البي اس اي زي ما قلت لحضراتكم هو زي الاتحاد الدولي كده او الفيفا في الكوره. علي فرج في المركز الاول، مصطفى عسل في المركز الثاني، بول كول في المركز الثالث، البوريفي دييجو الياس في المركز الخامس، مازن هشام في المركز السادس، كريم عبد الجواد ده احرف لاعب سكواش ممكن تشوفه في حياتك. يعني هو التصنيف اللي هو موجود فيه ده هو مظلوم فيه جدا، لان كريم تتفرج عليه وهو بيلعب ممتع ممتع، لعيب حريف يمتعك بالمضرب ويضرب ويرجع وتمركزات ويهاجم، ويعني تحب ان انت تتفرج حتى لو انت مش عارف قوانين اللعبة تحب تتفرج على كريم. طارق مؤمن رغم سنه الكبير ولكن تشوفه بيكسب لعيبة زي دييجو الياس وزي بول كول ومكسر الدنيا. وطبعا اللاعب الانجليزي محمد الشرباجي في المركز التاسع، والويلزي جول ماكين في المركز العاشر، وعفوا الانجليزي مروان الشرباجي في المركز العاشر. وعلى فكره يعني انتظروا ان شاء الله باذن الله لعبه الاسكواش لما تكون موجوده كلعبه اولمبيه، ضامنين باذن المولى عز وجل ميداليات. اي حد هيشارك في الاسكواش من مصر اعرف ان احنا ان شاء الله ضامنين ميداليه، وده مش توقع، دي معلومه. احنا ما بنهزرش يا جماعه في الاسكواش، ولسه مكملين معاكم من عند نادي طلائع الجيش اللي اعلن التعاقد مع باسم مرسي مهاجم الاسماعيلي لمده موسمين لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد، بعدما رحل باسم مرسي عن الدراويش بطريقه فسخ التعاقد بالتراضي ليصبح لاعبا حرا ويستطيع الانضمام لصفوف طلائع الجيش في صفقه انتقال حر. باسم مرسي وقع على العقد في حضور اللواء ايمن المصري المشرف العام على الكره، والعميد علاء السعداني مدير الكره، ورجب محمد وكيل اعمال اللاعب. بالتوفيق يا باسم ان شاء الله، وليس من المستبعد ان يكون في ملعب المباراه في نهايه هذا الاسبوع ضد ريال سويسي داد. يعني اللي موجود يسد في ريال مدريد يعني يا عم انشيلوتي، انت يعني الدكه اتقل من اللي في الملعب يعني. فطبعا بيلينجهام واحد من افضل اللعيبه اللي موجوده دلوقتي في العالم، ولكن ريال مدريد يعني مش ناقصهم حاجه. شوف بقى برشلونه الغلابه بيعملوا ايه. النجم المصري محمد صلاح بيتواجد في قائمة أعلى اللاعبين أجرا في البيج فايف أو الدوريات الكبرى، بعد طبعا قائد الفراعنة بيتقاضى أجره مع نادي ليفربول، أو بعد طبعا الأجر الأخير أو التعديلة الأخيرة اللي هي كانت من ثلاث سنين، أصبح واحد من أعلى اللاعبين أجرا في البيج فايف، وطبعا في البريمير ليج ربما يكون من المفاجئ في الفترة القادمة حدوث تغيير في سياسة أولا البورد ممبرز أو أعضاء مجلس إدارة في ليفربول فيما يخص عمر اللاعبين. هم عندهم حتة ال 30 سنة دي بيبقى في ليميت معين، ولكن أبو صلاح في توقعي الشخصي ومعلومات من زملاء صحفيين في إنجلترا، إن وفقا للكواليس إن البورد ممبرز بتوع ليفربول بيتكلموا إن هم هيكسروا القاعدة مع أبو صلاح، وهو كسر كل حاجة في الدنيا، كل الأرقام كسرها يعني. طيب وفقا بقى لجيف مي سبورت الإنجليزية،
تصدر لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج قائمة اللاعبين أكثر حصولا على رواتب في أوروبا متفوقا على امبابي وهالاند. وتصدر دي يونج القائمة بعد انتهاء عدد من نجوم القارة السمراء في أوروبا. وطبعا دوري السعودي أخذ لعيبة كتير جدا، سواء بقى لعيبة أفارقة أو لعيبة من أوروبا، أو يعني بتتكلم في بنزيما، في رونالدو، في نيمار، ميسي، انتر ميامي، لعيبة كتير مشيت من أوروبا. ف يعني وفقا للاعبين الأعلى والأغلى في أوروبا وفقا للبيك فايف موجودين قدام حضراتكم على الشاشة. بعد ما خلصنا اخبارنا تعالوا نشوف التقرير دوت ونرجع نستقبل ضيفنا اللي هيكون مشرفنا ومنورنا النهارده المحلل احمد هشام. هنشوف محضر لنا ايه النهارده احمد هشام بعد هذا الفاصل. بجد ترحيب بحضراتكم مره تانية المحلل الرياضي احمد هشام. احمد مساء الفل، بتشرف بوجودك معايا. انا اللي بتشرف بيك دايما يا احمد ومكسر الدنيا ومنورها. ربنا يعزك حبيبي. محضر لنا ايه النهارده؟ احنا النهارده عندنا حاجات كتيره بصراحه، طبعا اهمها المنتخب. كان معايا كام حاجه كده الناس ما اتكلمتش عنها او ما خدتش حقها، دايما الناس بتقعد تتكلم برضو عن، شفت شويه انتقادات لصلاح بصراحه في المباراه اللي فاتت، رغم ان الراجل كان عامل مباراه كبيره جدا. عايز اقول لك ان السبب بتاع الجول الاولاني بتاع زيزو، الاوفر الجميل اللي عمله زيزو لربيعه، هو اساسه اصلا بدايته من صلاح. بدايته صلاح، صلاح اللي دخل وخد الراجل معاه لجوه وفضل المساحه الكبيره دي اللي استلم فيها زيزو ورفع راسه وعمل اوفر كروس ولا اروع ولا احلى. نفس الحكايه برضو كان عندي حاجه، هي طبعا الاهم من المباراه يا ابو حميد ظروف المباراه من قبلها دي انا هرجع لها، بس انا عاوز فيه شويه سبوتات احطها في الاول على ابراهيم عادل، لان ابراهيم عادل كل ظروف المباراه كلها بالكامل ضده. يعني طبعا الراجل جاي عنده مشكله نفسيه وكان عنده حلم حياته بقاب قوسين او ادنى كان ان هو يتحقق، الراجل ما حصلش معاه. لكن في الجول اللي هو جابه، شوف اول مره لما اتحرك وقطع لجوه وخد اللاعب وقطع، لما قطع لجوه وفضل مساحه لمحمد حمدي، الكره اللي اتلعبت من مرموش وبدات الكره تتلعب، لما لقى جسمه ان هو الراجل مش مظبوط راح مفوت الكره لورا طلعت لمصطفى فتحي. لو خدت بالك من التشريح الجسماني والقرار اللي هو خده وهو بيفوت الكره هتعرف ان الراجل ده امكانياته كبيره جدا. هنا المينتاليتي والقوة الذهنية عنده كانت أكبر بكتير من أن هو يعني يتغلب على مشاكله جوه المباراة، وأن هو دخل جوه الجيم بسرعة، ودي حاجة لازم كل الناس كانت تتكلم عليها. ما لقيتش حد بصراحة ده يعني الشو اللي المفروض كان يتاخد، مع أن المفروض أن أكتر حاجة كانت تتاخد في الشو ده، لأن الراجل محتاج أن أنت تدعمه نفسيا بعد ما هو واقع نفسيا أصلا. تعال بقى نتكلم على ظروف المباراة من الأول خالص بقى يا أبو حميد. انت عندك في غيابات في المنتخب، في ظروف بدايه موسم، كل اللعيبه تقريبا شبه مش جاهزه، شفت طبعا كميه الاصابات اللي موجوده، الارهاق اللي كان موجود بعد الشوط الاولاني، كل الحاجات دي ظروف المباراه الراجل داخلها. عندك طبعا كان عامل معسكر قبل المعسكر اللعيبه ما راحتش، كل دي ظروف المباراه. شوف الكابتن حسام قدر ازاي يتغلب عليها لما اللعيبه انضمت، قدر ازاي يحتوي المعسكر وازاي قدر يعمل بصراحه خطاب كويس جدا للعيبه، قدر يحضرهم نفسيا جامد جدا. ظروف المباراه قدر يستثمرها وان هي تبقى في صالحه وان هو يخدم بيها مصلحه المنتخب. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ان الفرقه بتاع الكاب فيردي يا ابو حميد، انت عارف ان الفرقه دي جامده جدا واتفرجنا عليها واتكلمنا عليها وقت البطوله الافريقيه لو تفتكر. هي كانت تبدو جامده جدا بس مش لمنتخب مصر، يعني ايا كان قوتها، ولكن في الاول وفي الاخر انت منتخب مصر، فتيجي تشوف مباراه كاب فيردي مع روي فيتوريا ومباراه كاب فيردي مع حسام حسن، اختلاف كبير. اختلاف كبير، بس بسبب ايه؟ ان القوه الضربه بتاعتهم بالكامل غايبه، ولا لاعب من القوه الضربه
اكتر من 5 6 غيابات اساسيه اللي هي اللعيبه بتاعتهم اللي هي الطب. طب ما احنا كان عندنا برضو غيابات كتير جدا، صلاح ما كانش بيلعب معانا، وكان عندنا مشاكل كتير جدا، وطبعا مش حابين ان احنا نتكلم في الكلام ده في الاعلام. ولكن بص يا ابو حميد، يعني انا دايما بشوف، او مش دايما بشوف، الارقام والتاريخ وقيمه منتخب مصر في حته تانية خالص. اكيد. فلما تيجي تلاعب منتخب بحجم كاب فيردي، طبعا ما فيش منتخب ضعيف دلوقتي في افريقيا، صح؟ طبعا. وكل المنتخبات عندها محترفين، بس انت منتخب مصر. اكيد. بس في واحنا يعني عرفنا منتخب كاب فيردي حجمه الحقيقي وهو بيلعب منتخب مصر مع حسام حسن، ولو قلنا اي حاجه عكس كده يبقى احنا بنفتري على الراجل. لا كلامك صح، بس لازم يا احمد افهم الناس في حاجه اسمها ازاي استخدم او اخد ظروف المباراه لصالحي. يعني انا مثلا، انت مثلا عندك في ماتش المباراه مثلا، ندي مثلا بالزمالك والاهلي ماتش الدوري، عندك زيزو لما اتصاب اول 5 دقائق، دي ظروف مباراه المفروض الفريق المنافس اللي بيلعبك، قوه زيزو لما يغيب عن المباراه او يغيب عن 85 دقيقه عن المباراه، انت المفروض هتعمل ايه؟ هتبدا تضغط على الفرقه دي، والمفروض ان انت تكسب الجيم، صح؟ لكن لما يحصل العكس يا ابو حميد، هي دي اللي احنا بنتكلم عليها، ان انت تقدر تستثمر ظروف المباراه، هي دي قوه ونجاح كابتن حسام حسن، ان هو قدر ياخد الظروف دي لصالحه، قدر يكثف الناحيه الهجوميه. يعني هو اي واحد تاني، ان هو اللي انا عاوز اقوله ان اي واحد تاني هيبدا يلعب عادي جدا بمروان، ويبدا يشوف مين مثلا النني، او يطلع حمدي فتحي جنبه، لكن هو ما لعبش كده. هو حسام حسن لعب بهويه منتخب مصر. دي حقيقه. حسام حسن مع المنتخب بيرجع الهيبه اللي احنا كنا مفتقدينها مع كابتن حسن شحاتة ومع كابتن جوهري رحمة الله عليه. ليه بقول الكلام دوت؟ لأن منتخب مصر بينزل من أول دقيقة في المباراة بيهاجم وبيباغت دون النظر لاسم أي منافس، وهي دي الطريقة اللي خلت مصر تاخد 2006 و2008 و2010 وتحقق الإنجاز الكبير مع كابتن جوهري رحمة الله عليه. فهتقول لي ليه كابتن حسام حسن بيثبت نفسه وبيعمل هوية قوية؟ عشان بيلعب بهوية منتخب مصر، لأن الراجل ده مثل منتخب مصر وعارف يعني إيه تيشرت منتخب مصر. دي حقيقة، وده اللي بدأ يوصله للعيبة، وزي ما بقول لك إن هو قدر يستثمر في ظروف المباراة، حول ظروف المباراة بالكامل زي ما أنت كنت بتقول كده. في وقت من الأوقات كابتن محمود الجوهري كان بينزل بقوة ضربة مرة واحدة، تلاقي الكابتن طارق السعيد موجود وحازم إمام وعبد الستار صبري، كل ده ما كان موجود، وزي ما انت قلت كده ينزل يرمي 2 3 مهاجمين مره واحده. عليك نور، هي دي بقى الفكره، ان هو قدر يستثمر ظروف المباراه، وبدا يحول ظروف المباراه ويدي العين الحمراء للناس كلها، انا موجود. عشان كده كل الناس بتتكلم بتقول على المباراه اللي فاتت بالتحديد ان منتخب مصر رجع بقوه كبيره جدا، وهي دي بقى الفكره، ان انت تبعت رساله لكل الناس. مش عايزين برضو نبالغ في الفرحه، ومش عايزين نافور، احنا برضو في الاول وفي الاخر احنا لسه في مستهل المشوار، ولكن احنا بنتكلم وفقا لمعطيات. المعطيات الاوليه والمؤشرات بتقول ان الهويه الفنيه للكابتن حسام حسن مع منتخب مصر هي هويه هجوميه، والهويه التي يلعب بها منتخب مصر على مدار السنين اللي اخذ فيها بطولات وعمل فيها تاريخ كبير داخل قاره افريقيا. ده حقيقي، هي دي بقى الفكره كده، ان هو بيبعت رساله لكل الناس ان احنا منتخب مصر، احنا الاول افريقيا، احنا الانديه بتاعتنا اللي هي الاقوى برضو افريقيا. فهو بيبعت رساله لكل الناس ان انا مش هعمل حساب لحد، انا هنزل انت اللي تعمل لي حساب، وهي دي بقى الفكره. كابتن حسام حسن في الحقيقه بيعجبني ان هو فنيا تحس ان الراجل قلبه ميت، بيلعب عشان عايز منتخب مصر يجيب جوان ويروح على الجون ويعمل حتى اكسبكتد جولز، مفهم اللعيبه ادوارهم بشكل كويس، محفظ اللعيبه. كابتن حسام حسن على النواحي، ودي حاجه برضو احقاقا للحق، دايما يورجن كلوب مع ليفربول بقى يورجن كلوب اللي العالم كله بيتكلم عليه، لان يورجن كلوب طور من نفسه. ده حقيقي، صح ولا لا؟ طبعا. وجوارديولا الفينومينال، الفينومينال بيب جوارديولا، كل مدربين العالم اللي بقوا في حته بعيده بسبب ان هم بيتطوروا من نفسهم. ده حقيقي. كابتن حسام حسن اتطور بشكل كبير جدا من حيث التصريحات، ده حقيقي، التعامل النفسي مع الاعلام، التعامل مع اللعيبه، فالباكج، وتضيف عليها ممكن التعامل، لما انا هقول لك ضيف عليها التعامل مع المباريات. صحيح. لان هقول لك ليه بقى، لان هو المباريات اللي فاتت كلها يا ابو حميد ما كانش بيتعامل مع الكرات الثابته. شوف بقى الكرات الثابته، انت اول جون جه من كره ثابته، تاني كره هجمه خطر بعد الجون اللي هي الكره بتاعت اللي اتلعبت الكورنر اللي ريحها صلاح لتريزيجيه اللي اتلعبت جنب العارضه، كانت برده من كره ثابته. الكره اللي بعديها برده كانت من كره ثابته، فده مؤشر بيقول لك ان هو بدا يهتم بتفاصيل المباراه، ودي مؤشر حلو. عشان كده بقول لك ان المباراه دي
لها اهميه كبيره في الهويه. النجاح تفاصيل يا احمد. انا امبارح كان معايا باسكال شفتها الاخصائي التغذيه بتاع المنتخب، بيقول لي انا ريجيرو ميكالي عمل معايا خناقه كبيره جدا ووبخني قدام اللعيبه وقدام الفرقه كلها بسبب ان موعد من مواعيد الوجبات اتاخر في النزول 3 دقائق على المنتخب. الراجل يعني قام ما قعدش يعني بهدل الدنيا. فهو نجاح تفاصيل فعلا. ما هي دي اللي انا كنت بقول لك عليها، عشان كده كنت بقول لك ضيف دي بسرعه على الباكج قبل ما الباكج انت كنت تقفلها ولم الورق. فقلت لا ما فيش ورق لسه هيتلم، احنا قاعدين معاك شويه. ولا انت زهقت؟ لا لا ما اقدرش. ماشي. طيب طريقه اللعب الانسب لمنتخب مصر امام بوتسوانا، المعلومات اللي جايه لنا من بوتسوانا واللي فريق الاعداد في الحياه اجتهد وجابها لنا، انه منتخب مصر مع كابتن حسام حسن مش هيكون فيه تغيير في الهويه، مش هيكون فيه تغيير في التشكيل، هيفضل محافظ على الثنائيه الفردتين بتوع السرد باكات حمدي ورامي ربيعه. نص الملعب مش هيكون فيه تغيير. التغيير مثلا اللي ممكن تشوفه ان انت زيزو عفوا تريزيجيه بدل ما كان في نص الملعب هتشوفه بيرجع تاني على الطرف، اسامه فيصل بدل مصطفى محمد طبعا وفقا لاصابه عمر مرموش واصابه مصطفى محمد. دي حقيقة بصراحة. أنا بشكر رجالة الإعداد بره بصراحة، عاملين مجهود كبير جدا وتواصل تليفونات وكل حاجة، وبيحاولوا يطمنوا على بعثة المنتخب، فإحنا بنوجه لهم الشكر بصراحة على كل المجهود ده. ده شغلنا. وطبعا وأنت برضو بس ما شاء الله شايفك برضو بره طالع حتى مش ساكت، عمال تعمل تليفونات عشان دور. تشوف فاللي إحنا فعلا إن إحنا نوصل للتشكيل أو الحالة الفنية للمنتخب. عايز اقول لك ان رامي ربيعه وحمدي فتحي هم احسن اتنين لعبوا المباراه اللي فاتت بجانب كل اللعيبه طبعا ما حدش قصر. عايز اقول لك التركه اللي كان عاملها الكابتن حسام حته زيزو وتريزيجيه ان هم اللي يكملوا مع يضيفوا الناحيه الهجوميه مع مرموش وصلاح، دي كانت حاجه كبيره جدا 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 يا ابو حميد. وكان كمان زي ما انت بتقول ان هو بيزود النزعه الهجوميه بطريقه قويه جدا لدرجه ان محمد هاني محمد هاني كمان كان بيكمل معاهم. كان نفسي عايز اقول لك ان اللعيبه دي لو كانت يعني في القوام البدني بتاعها الاساسي وكل الناس كانت فت زي ما بيقولوا، كنت عايز اقول لك هتتفرج على المنتخب كان هيبقى اقوى من كده بكتير، وكان هيبقى اشرس من كده في ظل ان هو كان بدل ما هيبقى خط الدفاع هيبقى خط واحد كان هيبقى خطين يا ابو حميد، خط يقابل وخط يلم من وراه. كان مثلا الباكين كانوا هيدخلوا جنب مروان عطيه بحيث ان هم اللي يقابلوا جنب مروان، ما يبقاش مروان موجود لوحده في نص الملعب، عشان شفنا كان في كرات مرتده كتير كانت اتعملت. طبعا ده الجانب البدني لو كان موجود كان هيبقى احسن من كده. بوتسوانا منتخب جريء. طيب انت في جزئيه بس عايزين نضيفها ونتكلم فيها، الا وهي ثنائيه رامي ربيعه وحمدي فتحي. ليه كابتن حسام متمسك بيهم؟ كابتن حسام متمسك بيهم لان هم عندهم نزعه هجوميه. دي حقيقه. بتشوف بيلعبوا كره من تحت. بتشوف حمدي فتحي بيخش جوه ال 18 وبتشوف رامي ربيعه بيسجل وبيجيب اجوان مع المنتخب. يمكن رامي ربيعه يعتبر دي احسن فتره ليه مع منتخب مصر. دي حقيقة. من اول ما لعب كوره يعني. فيحسب للكابتن حسام حسن ان هو بيطور في اداء اللعيبه وبيختار اللعيبه اللي تعرف تنفذ فكره وتطبق الهويه اللي هو عايزها تكون موجوده لمنتخب مصر. دي حقيقه. حمدي فتحي ورامي ربيعه انا قلت لكم تقريبا هم كانوا احسن اثنين بصراحه في المباراه. الاثنين بيلعبوا كوره من تحت، وهو ده اللي هو عاوز يوصل ان هو عاوز يلعب كوره، مش عاوز حته ان مثلا يلعب سيرد باك مثلا ما يكونش بيعرف يلعب كوره من تحت فيبدا الكرات الطويله والكلام ده كله. لكن هو عارف حتى ان الاثنين دول حتى الكرات الطويله بتاعتهم مميزه جدا في حته تغيير الملعب. الاثنين عندهم رتم عالي جدا للكوره، بيبقوا محضرين. كل الكلام ده هو كان حاطط عينه عليه من قبل المباراه، عشان كده هو عاوز يحافظ على الشكل ده في الملعب لفتره كبيره جدا. عاوز ممكن يبقى ده الستايل او دي الرؤيه الاوليه في بلان ايه اللي هي بقت عنده خلاص يا ابو حميد، ده اللي قدر يتوصل ليه. انا بصراحه لو دي الرؤيه الاوليه انا بصراحه بحييه جدا 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 ان هو الراجل قدر يحط مفاتيح لعب معينه تبدا من السرد باكات. يعني انت برضو الراجل بيوصل هويه لناس معينه، انا هبدا العب كوره من اول السرد باكات. طيب وفقا للمعطيات اللي اتكلمنا فيها، يمكن احنا حللنا تقريبا معظم خطوط الملعب وفقا للرؤيه وفقا للمعطيات دي، بتشوف ايه التشكيل الاقرب لو رحنا رحله في دماغ كابتن حسام حسن؟ هسيبك تفكر فيها واطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع المحلل الرياضي احمد هشام بعد هذا الفاصل فنتابع. احمد
احمد التشكيل المتوقع لمنتخب مصر من وجهه نظرك؟ الشناوي ان شاء الله، حمدي وربيعه، هاني ومحمد حمدي، مروان، زيزو، تريزيجيه، ابراهيم عادل ناحيه الشمال، ناحيه اليمين مصلاح واسامه فيصل راس حرب. اخر صفقات الزمالك محمد حمدي بتشوفها ازاي؟ محمد لعيب موهوب، لعيب جميل جدا طبعا، نتمنى له التوفيق معانا، ربنا يبعد عنه الاصابات. الكواليتي بتاعت الاوفرات بتاعته كويسه، عنده فيجن حلو، التغطيه العكسيه بتاعته مميزه، نتمنى له ان شاء الله يبقى اضافه كبيره جدا للزمالك، وخصوصا ان هو قماشة غير بنتايج، فهو ان شاء الله. ايه الفرق ما بين حمدي وبنتايج؟ حمدي عنده بالانس شويه، حمدي عنده حته الدفاع كويسه قوي والهجوم كويسه قوي. بنتايج لا، مميز قوي في الهجوم، مميز يعني، عنده اوبشنز كتيره جدا اعلى من محمد، ممكن يكون بشويه بسيطه. حته الدفاع لا، يعني هو مش بيهتم شويه بالموضوع ده بنتايج، هو بيحب دايما يبقى زايد لقدام شويه. فبنتايج صفقه كبيره جدا جدا للزمالك يعني بصراحه. مع اقتراب عوده الونش اعتقد هيكون في تقل كبير في دفعات نادي الزمالك. طبعا طبعا، دي يعني حاجه احنا مستنينها من زمان بصراحه. الونش صمام امان، عايز اقول لك نفسيا اكبر بكتير من كمان كوره، يعني انت وانت جنبك الونش انت مطمن نفسيا، زائد كمان قيمته في الملعب. فبصراحه الونش هيعمل اضافه كبيره جدا جدا، وخصوصا ان الزمالك الموسم ده، لا يعني الموسم هيبقى قوي جدا جدا، خصوصا ان الزمالك داخل في يعني في بطولات اكبر بكتير من الموسم اللي فات. بتشوف عمر فرج الصفقه اللي اعلن عنها نادي الزمالك منذ ايام ازاي؟ يعني ده انا بشوفه بصراحه كواليتي كده، يعني غايبه عن الزمالك وغايبه عن الدوري المصري من زمان، يعني من ايام الكابتن وليد صلاح، عبد اللطيف، كابتن جمال حمزه، كواليتي رؤوس الحربه اللي هي الحريفه اللي الكوره في رجلهم، عندهم اوبشنز كتيره، مش لازم ان هو يتحرك من غير كوره، لا كمان لو اديت له الكوره هو عنده كمان اوبشنز، فدي ما كانتش موجوده في رؤوس الحربه اللي كانت موجوده في الدوري المصري عامه. فبصراحه عمر لا، اضافه للدوري المصري كله، ان انت تتفرج على لاعب حاله مختلفه مش موجوده، قماشه ثانيه خالص. الاهم والابرز من ده كله يا احمد، ان هو بيعلن انتمائه لنادي الزمالك من قبل ده كله، فقصه ان هو يجي ان ده انتمائه او ده حلم حياته، لا دي اصلا بتدي باور للصفقه اكبر بكتير من اي حاجه تانية. فاحنا ان شاء الله برضو نتمنى له التوفيق، وان شاء الله املي فيه كبير جدا. عمر، وجود الجزيري في رحله كينيا مع الزمالك؟ طبعا الجزيري من لما بيبقى فايق بصراحه، يعني الجزيري بيبقى حاجه تانية خالص، يعني ما اتمناش مدافع يقابل الجزيري في حياته، لان دي بتبقى يعني ماتش بيبقى تقريبا مش بينام من عتلان الهم مع الجزيري. لكن الجزيري الفترة اللي فاتت ممكن يكون كان مشوشر شوية قبل موضوع المنتخب وكده، لكن دلوقتي يعني نفسيا هو حتى طلع بيتكلم مع الجمهور، وجمهور الزمالك انتوا الدرع والسيف والكلام ده كله. فاحنا نتمنى ان شاء الله ان هو يبقى مركز الفترة دي، لان سيف وهو فايق لا حالة تانية. احمد حمدي طراز اوروبي خلاص بدا ان هو ينتهي من برنامج تأهيلي في الإمارات، أعتقد 3 أسابيع أو شهر بالكثير إن شاء الله، وهيرجع يكمل تأهيل هنا. أحمد حمدي طبعا من أهم الإضافات اللي حصلت في شهر يناير اللي فات، زي ما بيقولوا عليه جمهور نادي الزمالك كابتن ماجد بتاعنا. فأحمد حمدي إن شاء الله نتمنى له عودة حميدة. طبعا من الاوبشن اللي مش موجوده النهارده برضو في الدوري المصري كله بالكامل، يعني احلى زي ما بيقولوا ميراث من بعد الكابتن حسام غالي، بنشوف لعيب بنفس الموهبه طراز بصراحه اوروبي، يعني مش موجود النهارده زي ناصر برضو حاله كده اوبشن لوحده، كابتن عبد الله السعيد برضو اوبشن لوحده. فكل الكلام ده لما يبقى عندك ده بيضيف يعني قوه كبيره جدا للمدير الفني، ان هو يقدر يستخدم كل الاوبشنز اللي موجوده عنده، ان هو يكيفهم بقى على حسب المباراه، وان هو محتاج ايه في التسعين دقيقه. فاحمد حمدي طبعا عودته هتدي باور كبير جدا بصراحه للفرقه. يعني اهميه مباراه او مباراتي الكونفدراليه الافريقيه في الادوار التمهيديه قبيل السوبر الافريقي،
طبعا دي اكبر تمهيد واكبر حاجه هتبين لك قبل مباراه السوبر انت تخرج السوبر ازاي. ما اتمناش ان مباراه السوبر تاثر عليهم بالسلب، ان يبقى التفكير كله في مباراه السوبر وتواجه صعوبات في المباراتين دول. اتمنى ان طبعا ان احنا نركز وناخد المباراتين على محمل الجد، وان هم يبقوا هم اللي تركي بظلالها على مباراه السوبر. طبعا بص احنا خلينا نكون صراحه، احنا بني ادمين ودايما انت لما هتيجي تقابل الفوز بيجي الفوز طبعا طبعا، ونادي الزمالك هدفه يا اما الفوز يا اما الفوز. انت طبعا انت بتلعب انت يعني انت الاهلي الزمالك وحوش افريقيا هتلعب اليوم، انت بتتظلم نفسيا ان انت دايما مطالب باكبر ليفل عندك من المجهود والاداء، فانت غصب عنك هتبقى مطالب بالفوز وان انت تسعد جماهيرك. وخلي بالك كمان انت لو مش فزت بس يا احمد، انت الناس حتى لو فزت انت الناس بتطالبك بالاداء طبعا، فهي المعضله في الاهلي والزمالك دايما كبيره جدا. نادي الزمالك طبعا انت السنه اللي فاتت الناس بتتكلم ان بقى في اداء، بقى في شو، في مدرب كويس جدا، في انتدابات النهارده بتيجي، النهارده بيتسوق نادي الزمالك تسويق غير المعتاد تماما من جانب الاداره، كل الناس بتشتغل ما بتسمعش صوت لاي حد، واحد بس اللي بيطلع يتكلم، كل واحد منوط بحاجه معينه بيعملها على اكمل وجه، ده نجاح للمنظومه كلها بالكامل يا احمد، فده نقل للعيبه حتى نقله ثانيه خالص ان الزمالك غير صحيح. الزمالك في ثوبه جديد، فنتمنى كل ده ان الاستقرار الفني والاستقرار الاداري بيدي كمان للعيبه تقل يا احمد، ان انا عارف ان انا دلوقتي بتعامل امتى هاخد فلوسي، امتى هتمرن، امتى في مشكله هليك بس صحيح. طيب بس استاذنك نروح لموضوع الحلقه مع جمهورنا. موضوع الحلقه النهارده كان توقعاتك لنتيجه مباراه مصر وبوتسوانا في الجوله الثانيه بتصفيات امم افريقيا 2025 بالمغرب. البدايه من عند اسماعيل طلعت بيقول مساء الخير عليك يا احمد وعلى كل فريق الاعداد، ان شاء الله منتخب مصر هيكسب 3 واللي هيجيب الاجوان صلاح تريزيجيه وزيزو ان شاء الله البطوله مصريه، وتحياتي ليك بشكرك شكرا جزيلا. رجاويه مساء الخير، انا من المغرب اتوقع مصر تفوز على منتخب بوتسوانا بنتيجه 2-1 بالتوفيق للمنتخب او بالتوفيق لمنتخب مصر الشقيق، تحياتي من المغرب. تحياتنا لحضرتك ولكل اهل المغرب. مروان عطيه بيقول مساء الخير عليك يا استاذ احمد، اتوقع نتيجة مباراة مصر وبوتسوانا 4-1 لمصر، زملكاوي للأبد. أشكرك يا أستاذ مروان. أيمن الفيومي بيقول فوز منتخب مصر 2-0 إن شاء الله لزيزو وصلاح، وأتمنى أن يبدأ ناصر ماهر المباراة لأنه لاعب موهوب بالفطرة وسينقل أداء المنتخب في حتة ثانية، لأنه يتميز بالمهارة والجراءة خصوصا في التقدم والدخول في منطقة الجزاء. تحياتي ليك يا أستاذ أحمد وتحياتي لضيفك الكريم ولكل أسرة البرنامج. بشكرك يا أستاذ أيمن شكرا جزيلا. محمد الديري مساء الخير يا استاذ احمد، منتخب مصر هيلعب غدا مع بوتسوانا والتاريخ في مصلحه مصر، 6 مباريات منهم 4 فوز و2 تعادل، المطلوب من لاعبي المنتخب احترام المنافس وان شاء الله نقدم مباراه تليق باسم مصر ونفوز 2 ويحرز الاهداف صلاح وزيزو. بشكرك يا استاذ محمد، وتنويه هام لجمهور الزمالك، وبرده احنا بنعتذر مره ثانيه على امبارح فيما يخص موضوع الحلقه، ما قدرناش ان احنا نذيع لحضراتكم موضوع الحلقة طبعا عشان كان معانا امبارح حلقة وكان ضيف استثنائي في الحقيقة، باسكال النيوتريشنست او مسؤول التغذية او اخصائي التغذية في منتخب مصر الاولمبي، والحلقة كانت مليانة بالكواليس. احمد قبل ما اختم معاك عايز اعرف منك توقعاتك لمباراة مصر امام بوتسوانا. لا ان شاء الله الفوز يبقى حليف منتخبنا ان شاء الله، الاهم من ده كله الاداء، الاهم من ده كله ان اللعيبة تطلع سليمة ان شاء الله بدون لا اجهاد عضلي ولا اي اصابات ان شاء الله. نتمنى نشوف برضو كره كويسه زي ما الكابتن حسام بدا يطمعنا في الموضوع ده شويه، نركب المجموعه بدري هتريحنا، لان برضو انت عارف برضو الاجواء في افريقيا، انت هتلعب بعد كده الماتشات، هترجع تلعب كاب فيردي بره وفي موريتانيا برضو راكبه معاك المجموعه فازت على بوتسوانا. موريتانيا شهر 10 دي حقيقه، كل الماتشات كلها بالكامل، انت هتخلص البطوله بتاعت البطوله تخلص في 11 هتخلص التصفيات يعني. كلها مره واحده، بعد كده ترجع تاني لكاس العالم، فاحنا ان شاء الله نركب المجموعه نفسيا من الاول، وان شاء الله نقدم مباراه كويسه تسعد الجمهور، وان شاء الله نكون صاعدين اول مجموعه بامر الله يعني. نورت الدنيا يا ابو حميد. حبيبي احمد دنورك، انا دايما بتشرف بيك بصراحه، انت يعني مميز فوق العاده بصراحه،
وطبعا انا ما كنتش اعرف ان النهارده عيد ميلاد الاستاذه مروه في الاعداد، فكل سنه وهي طيبه، ودايما انا بتشرف بيك وبتشرف بوجود الناس الافاضل المشاهدين. يعني بشكرك شكرا حبيبي. جزيلا. مشاهدينا الاعزاء، وصلنا لنهايه حلقتنا من برنامج اخبارنا، اشوفكم الاسبوع الجاي على الف خير. بشكر حضراتكم مره تانية، وبشكر طاقم العمل بالكامل.